الشيخ بده يحكي هلا عن حق المستأجر وناس انه نحن عايشين من وراء هذا الأجار. الناس على أصناف أيها الأخ الحبيب، إما أن تكون ممن وسع الله عليك وبارك الله لك في رزقك واشتريت دارا أو دارين أو أكثر قبل الأزمة، ونويت أن تؤجر هذه الدور لتستفيد منها، فجاءت الأزمة وارتفعت الأسعار وهبطت قيمة العملة حتى صار المال الذي تجنيه من هذا الأجار لا يساوي شيئا. نعم صحيح، أنت واحد من اثنين، إما أن تكون ممن لا يملك سببا آخرا من أسباب الرزق إلا هذا السبب وأنت صادق في ذلك، فلابد أن تذهب إلى المستأجر وتقول له أنا معك وأنا أريد الخير لك، ولكني لا أملك مصدرا آخرا للرزق، فإما أن تبحث أنت عن بيت آخر أو تبحث عن مصدر آخر للرزق لنتقاسم الفرق بيننا.